أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بدأت الأزمة الدبلوماسية الجزائرية الفرنسية منذ أن قرر الرئيس الجزائري زيارة كل من فرنسا وموسكو روسيا في نفس الشهر في مايو. فهنا يقول الفرنسيون أن زيارة تبون إلى باريس في مايو 2023، وبعد المكالمة أيضا مع موسكو كان هناك نفس الشهر. فهل سيغادر الرئيس الجزائري إلى كل من موسكو وباريس؟ ومن الأول، أي من البلد الأول، من الدولة الأولى، من العاصمة الأولى؟ هناك أزمة حقيقية، خصوصا وأن الوعد الذي قطعه الآن الرئيس الجزائري لنظيره الروسي في مايو عبر المكالمة الهاتفية، ومن ثم زيارة لافروف إلى كل من الساحل، من دول الساحل خصوصا باماكو، يلاحظ أن الأمر أصبح معقدا أكثر مما نراه، إذ رأينا هناك تعاون الآن ما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في عمليات مشتركة لأول مرة، عملية مشتركة جوية تقوم بها القوات الفرنسية باسم الأمريكية أو أمريكا باتجاه فرنسا، ولا يعرف أحد الآن من قام بعملية ضرب قاعدة الجوية مثلا في ليبيا. في ليبيا كانت هناك ضربة للإليوشن 18 الناقلة لفاغنر في أفريقيا، فكانت هذه الضربة الجوية المباشرة لم تتحمل مسؤوليتها أفريكوم، وسميت لفرنسا، وفرنسا في نفس الآن لم تقم بهذه الخطوة رغم أنها قصفت الوطية. ورغم ذلك فإن أفريكوم تقول لم أقصف، أمريكا تقول لم أقصف، وفرنسا نفسها جيرت إليها هذه العملية لتتحمل مسؤوليتها. يعني أن التعاون الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أصبح في الساحل عمليات مشتركة واحدة، وآنذاك يمكن للمسؤولية السياسية أن تكون لطرف أو آخر حسب مصالح البلدين. إذن أمامنا مثل هذا التصور الواضح، وأيضا في الاتجاه الآخر أمامنا روسيا ولافروف في وصوله إلى باماكو، ولأول مرة تستقبل باماكو وزير خارجية روسيا. والجزائر ستزور مرة أخرى روسيا، وفي هذا الظرف وفي هذه المعادلة تستقبل قائد أفريكوم لخلق التوازن. إذن أمامنا ما سماه تماما السفير الأسبق الفرنسي في الجزائر زافيي دريانكور في راديو سيد قبل ساعات، كان فيه حوار مطول حول ما سمي باللغز الجزائري، وأشار إلى مفهوم لغابور دو فارس، إلى موازين القوى. إذن أهم ما يرغب فيه الآن الجزائريون التصرف مع فرنسا على أساس الندية، يعني على أساس موازين القوى، وهذا هو الذي يخلق إشكالا، لأن السفير في نظره عندما يكون في الجزائر العاصمة يكون كأنه يحاسب من العاصمة نفسها ومن باريس، لأن الجزائر في نظره تعتبر قضية داخلية بالنسبة للفرنسيين. فعندما يأتي الرئيس الفرنسي وضرب مثالا بساركوزي، عندما يأتي إلى الجزائر صرح بتصريح شديد الأهمية، وبعد عودته إلى باريس نقض كل ما قال لسبب واحد، لأن الضغوط هناك تختلف عن التي الآن في الجزائر العاصمة، وهكذا نتيجة التداخل الشديد. يعني نتحدث عن ملايين الفرنسيين من أصول جزائرية، وأيضا بالنسبة لما سماه بالحرف هناك قبلا الأقدام السوداء لبينوار، وبعدها مباشرة أصبح ما سمي بليبيه روج، يعني أن هناك
المتعاطفين والذين لديهم أصول جزائرية إلى آخره. لقد سمى هؤلاء بالحرف بالأقدام الحمراء، وما بين الطرازين وما بين المرحلتين وما بين الأشخاص الكل يعد ذلك بالملايين. لذلك فالتأشيرة التي فرضها شراك لأسباب معروفة بالنسبة لمعاناة الجزائر، لا يجد على الأقل هذا السفير أن مسألة الفيزا للجزائري في اتجاه زيارة عمه أو خاله أو غير ذلك، هذا الترابط الشديد التاريخي ومن ثم العائل الآن، كل هذا يجعل من مثل هذه الوضعية صعبة. وهذا الذي خلق إشكالا كبيرا في مسألة جميلة براوي، عندما رأينا أنها فرنسية لديها الجواز منذ 2017 فهي فرنسية، فالحماية القنصلية لمواطن فرنسي بعدم ترحيله إلى الجزائر تدخل وحسم الأمر قيس سعيد الرئيس التونسي نتيجة دخول جميلة من الجزائر وإلى تونس بدون أوراق أساسا، ولم تدلي إلا بهذا الجواز الفرنسي، وبالتالي فهي المواطنة الفرنسية في تلك اللحظة ما دامت قد ألغت جزائريتها بقرار شخصي وأمام القضاء الجزائري. فهل مثل هذا يمكن أن يبرر أنها ليست جزائرية في اللحظة التي قادها الفرنسيون إلى أن تكون على الأراضي الفرنسية؟ هذا سؤال. إذن الإشكال الحقيقي هم أولئك الجزائريون الحاملون لأكثر من جنسية ومسؤول حاملين أيضا لجنسية فرنسية أو لجنسية فرنسية. كل هذا يطرح سؤال حول ما سماه غزافي بأن الجزائر بعد لها بعد في السياسة الداخلية، نتيجة أولا المهاجرين الجزائريين، وثانيا نتيجة أولئك الذين حاربوا في الجزائر وقادوا الحرب في الجزائر، ونتحدث عن مليون ونصف المليون عسكري في مقابل مليون ونصف المليون عسكري فرنسي في مقابل مليون ونصف المليون شهيد. إذن أمامنا الذين عملوا على الأراضي الجزائرية، المليون ونصف المليون عسكري فرنسي عملوا على الأراضي الجزائرية، وهناك مليون ونصف المليون شهيد في الاتجاه الآخر. هذا الذي يضع الآن أزمة وصلت إلى حد أن الوكالة الرسمية الجزائرية قالت بأن فرنسا لم تستطيع مرة أخرى أن تفكر فيما سمي تماما بسيناريو خليج الخنازير في 2023. يعني أن المسألة تتعلق اليوم بالسيادة الجزائرية وعلى المواطنين الجزائريين، هذه السيادة على أساس المواطنة. هنا يطرح سؤال حول استخدام الرعية الجزائرية في البيان الرسمي، وهذا الذي انتقده الطرف الآخر، فكانت أزمة، أزمة قد تعصف بتفاهمات أغسطس وقد تنتهي إلى إلغاء الزيارة الرئيس الجزائري. لكن كل هذا يعلم تعقيداته تماما كل من الرئيسين ماكرون والرئيس الجزائري، والذي قال عن ماكرون أن لولا ماكرون لأصبح الوضع أسوأ. إذن أمامنا إمكانية لتجاوز، لأن دبلوماسية الرئيسين لديها خاصية شديدة، ولكن في نفس الوقت هناك مؤسسات، ومن المهم الآن أن المؤسسة الجزائرية والمخابرات الخارجية على وجه التحديد ترى مثل هذا الوضع بأنه منسق. من جهة هناك المخابرات مديرها هو برنار إيميه، وهو سفير سابق في الجزائر. إذن أمامنا سفير سابق لفرنسا في الجزائر هو الذي يحكم الآن، ومنذ أن تمت توليته لهذا المنصب بعد خروجه مباشرة من سلك السفارة في الجزائر،
ومن العاصمة الجزائرية، كان هناك قرار تعيين هذا السفير في إدارة أو مدير المخابرات الخارجية. إذن لدينا برنار إيمي، ولدينا في الاتجاه الآخر لدينا كزافيي درانكور، وهذا أيضا سفير أسبق، كان من 2008 إلى 2012 ومن 2017، يعني فيه مدتين وهو سفير لبلاده فرنسا في الجزائر. إذن لعبة السفراء الآن، وبأن كزافيي وبرنار وهذا التعاون ما بين السفراء الفرنسيين في الجزائر، هذا قد يطرح سؤال حول هل هناك توحيد للرؤية؟ هل هناك اليوم خروج كزافيي بمفهوم اللغز الجزائري؟ هل في تنسيق مع المخابرات؟ وأمامنا مقال مطول في لوفيغارو أشار فيه إلى أن الربط هذا الذي يحدثه الآن المسؤولون الفرنسيون هو خطر، لأن هناك سيناريو العراقي في الجزائر. الأمر هنا يطرح سؤال خطير جدا، من يقول بهذا الوضع؟ يعني أن هناك الخيار العسكري، فإما أن يتواصل ما حدث قبل أسبوعين بزيارة رئيس الأركان الجزائري شنقريحة، أو أن هناك الخيار العراقي، هذا الذي نفته بشكل كامل مثلا زيارة لانجلي، ميشيل لانجلي قائد القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم. إذن السؤال الصعب هنا هو لماذا أساسا يمكن أن يكون هذا السيناريو، رغم أن الجزائر عرفت حربا أهلية وفرضت التأشيرات وكل هذا، يعني كانت ظروف أسوأ من التي هي اليوم، ورغم ذلك لم يتوقع أحد أن يكون هذا السيناريو العراقي. إذن فرنسا تفكر مباشرة في أن هذا الإطار الجديد الروسي من الساحل وإمكانية تحول الجزائر، هناك ضغط أساسي من أجل معرفة ما الموقف الجزائري الآن وقبل الزيارة إلى موسكو حول هذه السياسة الجارية الآن بالنسبة للافروف. لافروف أنهى المشكلة مع فاغنر، أصبح يقول الآن ما سمي بالجيش المالي، يجب توجيه الجيش المالي إلى مثل هذه المهام، وأن روسيا يمكن أن تزود بالسلاح هذا الجيش وهو الذي سيقوم بكامل المهمة. إذن لافروف يبعد فاغنر من جهة، ومن جهة ثانية أين موقف الجزائر بعد زيارة الرئيس تبون إلى موسكو؟ هل ستذهب بهذا الاتجاه مع لافروف؟ وفرنسا التي فقدت اليوم على الأقل ما سمي بقمة واغا، قمة واغا فيها بوركينا فاسو ومالي وغينيا، وقمة واغا كان واضحا جدا أنها أطرت العملية كلها بالنسبة للتحالف مع روسيا. إذن أمامنا تحالف واغا، يمكن الآن اعتبار الأمر محسوما بشكل استراتيجي. هذا الذي يثير بعد زيارة لافروف أن مثل هذه الأزمة تقع، لأنها رسالة تفصل ما بين فرنسا وما بين الجزائر، وتسقط التفاهمات، ويذهب الجزائريون مباشرة إلى دعم قمة واغا، وآنذاك يصبح الجزائريون مع الروس، وفي هذه الحالة ستصبح إلى موريتانيا، وهذا التحول تحول استراتيجي رهيب يدفع هذا الزلزال للافروف في الساحل والتواجد الروسي إلى إسقاط اتفاقيات أغسطس الأخيرة. معنى ذلك أن العلاقات الآن هي علاقة صعبة، لأن الجزائري يريد أن يثبت للفرنسي أنه ليس روسياً بقدر ما هو جزائري في الدفاع عن مصالحه، ويريد أن يثبت للروسي أنه ليس فرنسيا ولن يخدم إلا المصالح الجزائرية.
هذا الذي يجعل من المنطقة الحرجة منطقة حقيقية لتوازنات شديدة الحساسية، وهذا الذي يمكن تأكيده الآن. إذن ما حدث من أزمة هو رسالة بالنسبة لجميلة براوي، ليست الحالة فردية فقط، وإنما حالة الجزائريين، الجزائريين الذين يحملون الجنسية الفرنسية أو المزدوجة الجنسية أو غير، هؤلاء كلهم هم الذين يحاول الجزائريون عبر رئيسهم إثبات أن المواطنة هي المواطنة الجزائرية هي الأصلية. بالنسبة للفرنسيين يحاولون إثبات أن هؤلاء فرنسيون، وبالتالي فإن مثل هذه الكينونة على وجه التحديد الجزائرية على الأرض الفرنسية هي التي خلقت هذا الإشكال، لأن بمجرد انتصار فرنسا في قضية جميلة براوي ستكون هناك عشرات من جميلة براوي وأيضا مواطنين من نفس هذا السبيل. يمكن لأي أحد الآن أن يتسلم الجنسية أو جواز تعطى له الحماية القنصلية انطلاقا من تونس ويصبح على الأراضي الفرنسية. مثل هذه البوابة ستخلق إشكالا كبيرا، لأن غزافي عندما تحدث وبشكل واضح أن الإشكالية مع الجزائر والعلاقات مع الجزائر هي أساسا لديها بعد في السياسة الداخلية، وهذا هو الأساس في مثل هذا الوضع. لأن مثلا العلاقات كما يقول بين فرنسا وما بين ألمانيا ولا تعرف مثل هذا التوتر لسبب واحد، لأن ليس في هذه الحساسية وهذا التداخل. بالنسبة للجزائر مع فرنسا هناك علاقة استثنائية نتيجة الجزائريين الفرنسيين أو الجزائريين الذين يحملون أوراق فرنسية وهكذا. فمن هو الجزائري؟ هذا التعريف اليوم لمفهوم المواطنة الفرنسية هنا وهناك هذا الذي خلق إشكالا في قضية جميلة براوي، وليست المشكلة في جميلة إنما في غيرها ممن يشبه ملفها. فالملفات الآن كثيرة للغاية، وهذا الذي يضع إشكالا كبيرا حول هذه النقطة على وجه التحديد. إذن أمامنا هذا التصور الأساسي الذي يعرف جيدا الفرنسي أن الأزمة حدثت قبل جميلة وقبل غيرها، لأن هناك الدولة العميقة المتحدثة باسم غزافيه، وأيضا المخابرات الخارجية التي لديها يد في التصور الجديد لما سمي باللغز، ولأن اللغز الجزائري لا يزال لغزا عند سفير بولايتين زمنيتين، فكيف بالنسبة لي أي خبير آخر؟ يعني أن أمر اللغز سيستمر مستقبلا، وهذا هو الشيء المؤكد. إذن أمامنا أزمة ماي الذي فجر كل هذا، كيف سيقوم الرئيس الجزائري بزيارة إلى فرنسا وإلى روسيا في نفس الشهر، وما هي الرسائل التي يريد من خلالها إثبات أن روسيا وفرنسا والعلاقات الحيادية دائما مع الدفاع عن المصالح الجزائرية في العلاقات الدولية مع روسيا أو مع فرنسا؟ فالمصالح الجزائرية أولا، هذا هو العنوان الذي يجب الآن أن يأخذ به على الأقل قادة هذه المرحلة. لكن في نفس الآن فإن الفرنسي ينظر إلى المصالح الجزائرية كمحاولة لإثبات هذه المصالح انطلاقا من موازين القوى، موازين القوى بين فرنسا وبين الجزائر، وهذا الذي يضع إشكالا كبيرا. لذلك فزيارة ماي أو زيارتا ماي نحو موسكو وباريس في نفس الشهر خلق إشكالا شديد الخطورة، لأن مثل هذا الوضع قد يكون رسائل لدولة كأنها تحولت إلى دولة عظمى، وهي التي تخاطب الآن من طرف الأمريكيين ومن طرف الأنجلي أيضا بشراكة مع كما يقول مارك كورك. فالأمريكي لا يجد غضاضة
في أن تكون الجزائر كما ترغب في هذه المربعات، لكن بترتيبات أساسها عدم التسليح المفرط للبوليساريو من جهة، الحفاظ على الوضع القائم، هذا أساسي جدا. أيضا إبقاء اتفاق الجزائر كجزء لا يتجزأ من الحل في مالي، وعدم القضاء على مثل هذا الخيار لأنه الخيار الحاسم، وهذا الذي يؤكده كل من الأمريكي والجزائري أيضا. كل هذا يضعنا أمام أن تكون الجزائر صانعة للاستقرار، هذا ما يريده الأمريكي. الأمريكي يعرف جيدا أنه براغماتي ويريد رسم مربعه وينتهي الموضوع، لكن بالنسبة لفرنسا هناك شيء آخر، هناك انعكاسات مثل أي قرار على باريس وأيضا على الجزائر العاصمة. الأمر متعلق الآن بعلاقة دولتين، ولكن أي خطوة سيكون لها الانعكاس الكامل على الشعب الجزائري الذي ينظر إلى هذا التاريخ الاستعماري كجزء لا يتجزأ مما لا تفارقه الذاكرة، وأيضا بالنسبة للساكنة ذات الأصول الجزائرية والتي تعتبر أساسية في أي تموقع، لا لرئيس ولا لغيره، أي مسؤول عندما يصل إلى باريس سيجد هذه المعادلة المعقدة للغاية. إذن اللغز الذي يحاول أن يدافع به الجزائري الآن مع تبون على قضية الجنسية وقضية المواطنة، وأيضا عدم إسقاط الحقوق، حقوق الدولة على أي مواطن جزائري، في كل ما نراه سيتأكد وبشكل واضح أن الأزمة بدأت، وأن الصراع حقيقي الآن ما بين الأمن الخارجي، المخابرات الخارجية الجزائرية التي أرادت أن تعطي رسالة في ماي حول الحياد والمزيد من الحياد واستمرار جميع الشراكات مع فرنسا أو مع موسكو، بعيدا كل البعد عن تطورات الساحل وهذا الصراع ما بين روسيا وما بين فرنسا. على وجه التحديد اليوم الجزائر محايدة في هذا الصراع، هذا هو أهم ما يريد الجزائريون الآن إيصاله، أن الصراع الحالي في باماكو وغينيا بوركينا فاسو ما بين روسيا وما بين فرنسا الجزائر محايدة فيه حقا، وتريد أن تزور العاصمتين على أساس أن تكون محايدة وتستمر في حيادها وتدافع عن مصالحها، وهذا أهم ما يمكن اعتباره البنية الرئيسة للعلاقات مع أمريكا، براغماتية شديدة الأهمية. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.